صاحب سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله يكرم فرع المركز بالمنطقة نظير مشاركته المميزة في ملتقى الإبداع الوطني السعودي. برعاية صاحبة السمو الأميرة لولو بنت أحمد السديري احتفل المركز باليوم العالمي للمرأة في المدينة المنورة. بحضور سعادة الأمين العام الدكتور عبد الله الفوزان، وقع سعادة نائب الأمين العام للمركز الأستاذ إبراهيم العسيري مذكرة تفاهم مع جمعية المسؤولية المجتمعية. كرم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية فرع المركز في المنطقة الشرقية، وذلك في حفل أقيم لتكريم شركاء مشروع تمهيم بالنسخة الثانية. سعادة مدير فرع المركز بنجران الأستاذ راشد آل منجم يستقبل سعادة الأستاذ مانع مهدي المسعد مشرف العلاقات العامة بشركة إسمنت نجران. أكاديمية الحوار تعلن عن برنامجي تدريب تحت عنوان الحوار التربوي والحوار الأسري والتي تقام عن بعد. أقام المركز لقاء حواريا بمنطقة المدينة المنورة تحت عنوان الإعلام ودوره في تعزيز التعايش المجتمعي. أقام المركز بنجران لقاء بعنوان هكذا تأسسنا، اعتزازنا وغايتنا واضح من رؤيتنا. سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ عبد الله المهنا والوفد المرافق يتجولون في معرض الحوار.